وقعت تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع جامعه القاهره وذلك في اطار التعاون الدائم بين التنسيقيه والجامعه لخدمه الطلاب يتضمن البروتوكول العديد من اوجه التعاون من حيث البرامج البحثيه ومراكز التدريب لتخريج جيل واع بقضايا المجتمع ولتعزيز الهويه المصريه بين الخريجين وبناء الوعي لدى الانسان في اطار تعاون يهدف الى تكوين جيل يتمتع بوعي وطني ووعي قومي في مواجهه التحديات المختلفه خاصه ان التحديات العالميه والاقليميه تزداد يوما بعد يوم ومن ثم علينا ان نتحد جميعا تحت مظله الوطن من اجل توعيه الشباب باهميه القضايا المختلفه التي تتعلق بالتنميه والتحديات والاخطار التي تحيط بهذا الاقليم ومن ثم نحن نلتقي ايضا على ارضيه من خدمه المواطنين واصحاب الحاجات شهدنا توقيع بروتوكول تعاون ما بين تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وما بين جامعه القاهره والحياة طبعا ده يعد البروتوكول الثامن اللي بتقوم التنسيقيه بتوقيعه مع الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفه في بلدنا لكن يعد الاول من نوعه مع الجامعات المصريه اول جامعه هي جامعه القاهره اللي عملنا معاها بروتوكول تعاون اللي بيهدف بشكل أساسي التنسيق الدائم ما بين التنسيقية وما بين الجامعة بهدف المشاركة في البرامج اللي بتقوم بها الجامعة بعد نجاح عدد من انضمام عدد من أعضاء التنسيقية للبرلمان بغرفتين نواب وشيوخ قررنا أن احنا نعمل مجموعة من البروتوكولات التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة ابتديناها بعدد من الوزارات والهيئات المختلفة واللي كانت بتحتك بشكل كبير أو بتمس بشكل كبير الأجندة التنسيقية التشريعية في مرحلة لاحقة لقينا أنه ضروري جدا نفتح مجالات تواصل أكتر وقنوات تواصل أكتر مع فئة الشباب تحديدا واللي احنا بنعبر عن نفسنا أن احنا بننتمي لها طبعا البروتوكول هو ليه اهميه خاصه الحقيقه لانه اول بروتوكول يتم بين تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين وبين جامعه القاهره التنسيقيه سبق وكان ليها اكتر من البروتوكول مع اكتر من وزاره ولكن ده اول مره يتم مع طبعا اهم جامعه في مصر وفي الشرق الاوسط هي يعني جامعه القاهره وده الحقيقه ليه هدف كبير جدا وهو الوصول للشريحه الكبيره اللي موجوده في الجامعه من الشباب